أزول في اللون. أهلا وسهلا بكم، عسلامة. كما تعلمون، تشهد تونس يوم 25 جويلية 2022 استفتاء على دستور قيس سعيد. بعد سنة من انقلاب رئيس الدولة قيس سعيد على دستور 2014 الذي أقسم على القرآن الذي يؤمن به بأن يحترم هذا الدستور، وفي أول فرصة ينقلب عليه وينقلب على الديمقراطية التي أوصلته للحكم. ولم يكتفي بذلك، بل حل البرلمان المنتخب ديمقراطيا ووضع يده على المحكمة الدستورية وجمع بين جميع السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بحيث عاد إلى الدكتاتورية التي انتفض الشعب التونسي عليها سنة 2011. ولم يكتفي بذلك، بل فرض دستور لتونس يرسخ هذه الدكتاتورية ويجعلها قانون بنص الدستور الذي يريد أن يمرره على الشعب التونسي. نحن كحركة تغيير شمال إفريقيا، حركة فكرية سياسية تقدمية مستقلة تؤمن بالنضال السلمي والنشاط ضمن القانون، رغم أننا لم نوافق على كل ما جاء في دستور 2014 الذي لم يعترف بالهوية الحقيقية للأرض التونسية التي هي أرض أمازيغية إفريقية ونسبها للجزيرة العربية وللقارة الآسيوية، ولم يعترف بالسكان الأصليين الأمازيغ وبكل الوافدين على تونس عبر التاريخ قبل وبعد الغزو العربي لشمال إفريقيا ونسبهم كلهم للعرب والعروبة. من المفروض أن كل من يحمل الجنسية التونسية مهما كان أصله وفصله يعتبر مواطن تونسي بأتم معنى الكلمة، وله كل الحقوق والواجبات كمواطن تونسي في دولة مدنية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن دستور 2014 لم يلغي الدين كليا الذي يعتبر دستور لكل التونسيين مهما كان معتقدهم ودينهم أو مذهبهم، ولا دخل للدين مهما كان في فصول الدستور، ولا دخل للدين في تشريع القوانين. القانون يجب أن يكون مدني وضعي متفق عليه على حسب المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، ومن يريد أن يطبق تشريعات دينه فليطبقها على نفسه ولا يلزم بها أحد. هكذا يجب أن تكون دساتير الدول المتقدمة والحضارية. ولكن رغم عدم موافقتنا على كل ما جاء في دستور 2014، فإن ما جاء فيه من فصول تفصل بين السلطات وتنظم الحياة السياسية وفرض الديمقراطية والحرية وخاصة حرية الضمير وغيرها من الفصول التي تمنع عودة الدكتاتورية أو منع أي حرية مهما كانت، جعلتنا نقبل ضمنيا بهذا الدستور ونواصل نضالنا لكي يرتقي هذا الدستور في المستقبل إلى دستور حضاري يليق بتونس. ولكن انقلاب قيس سعيد على الدستور وتقديم دستور جديد يخصه هو فقط ومن يحمل عقلية متخلفة سلفية لا تعترف بكل القيم الحضارية الإنسانية، دستور يجمع كل السلطات في يد أمير أو خليفة فوق المحاسبة القانونية، دستور لا يعترف لا بالدولة المدنية ولا بالمواطن كفرد، بل يعترف بالأمة العربية فقط ويقصي جميع السكان الأصليين لتونس الأمازيغ ومن وفد عليها عبر التاريخ. ولم يكتفي بذلك فقط، بل أقحم الدين الإسلامي في الدستور
وجعلت الدولة هي الراعية المباشرة لتحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية ونسب الشعب التونسي كله للأمة الإسلامية، ناكراً كل الأديان الأخرى والمعتقدات التي يعتقد أو يؤمن بها الشعب التونسي، مما سيجعل كثير من التوانسة أنفسهم غير تونسيين على حسب نص هذا الدستور، خاصة من ليسوا عرب وليس مسلمين، وهذه كارثة كبيرة سوف تحدث في المستقبل بعد تمرير هذا الدستور بالقوة. إذن حركة تغيير شمال إفريقيا تنكر كلياً هذا الدستور ولا تعترف به إطلاقاً، سوى تمت الموافقة عليه أم لا، لأنه لا يمثل تونس كدولة حرة مدنية مستقلة. هذا الدستور لم يأتي به الشعب التونسي على اختلاف تركيبته السياسية والعقائدية، وإنما جاء به شخص واحد وتركيبة واحدة ديكتاتورية متخلفة تحمل عقلية سلفية قديمة لا تنظر لا للواقع التونسي ولا لمستقبل تونس، وتعيدنا ليس لما قبل الاستعمار الفرنسي التركي، بل تعيدنا إلى الاستعمار العربي الإسلامي. حركة تغيير شمال إفريقيا لا تعترف بقيس سعيد رئيس لتونس، بل فقد كل الشرعية الدستورية والشعبية بعد الانقلاب الذي قام به يوم 25 جويلية 2021، فلا يحق له تقديم دستور لتونس، وعليه أن يتنحى عن السلطة كليا وأن يسحب مشروع هذا الدستور لقيام انتخابات رئاسية وبرلمانية في أسرع وقت ممكن، والعودة لدستور 2014، ثم العمل على تنقيح هذا الدستور تنقيح حقيقي يناسب القيم الحضارية الإنسانية ويرفع من شأن تونس ويعمل على تقدمها. حركة تغيير شمال إفريقيا تعتبر التصويت على دستور قيس سعيد بنعم أو لا، أو حتى المشاركة في هذا الاستفتاء بورقة بيضاء، يعتبر اعتراف ضمني بالديكتاتورية التي تحكم تونس والتي تريد أن تفرض الأمر الواقع وتأخذ تونس نحو جمهورية ديكتاتورية ثالثة، وهذه المرة سوف تكون ديكتاتورية عربية إسلامية تقضي على كل التنوع الذي تتمتع به تونس منذ فجر التاريخ. حركة تغيير شمال إفريقيا تدعو كل من لا يرى نفسه في هذا الدستور أن يثبت لنفسه أولاً وللتاريخ إنه مقاطع كلياً لهذا الاستفتاء الغير شرعي والغير قانوني، والذي يمحي كل الإنجازات التي حققتها تونس ويعود بنا إلى العصور الوسطى وعهد الخلافة، ويجعل من تونس إمارة من إمارات العالم العربي الإسلامي. تونس دولة مدنية حرة مستقلة، وتعاملها مع بقية الدول يجب أن يكون على حسب المصلحة المشتركة وليس على حسب التبعية. حركة تغيير شمال إفريقيا تعتبر مرور هذا الدستور شيء حتمي من طرف قيس سعيد الدكتاتور المنقلب والغير شرعي لتونس، لو لم نفعل شيء لإفشال هذا الاستفتاء بكل الطرق المشروعة والسلمية والحضارية. ولهذا حركة تغيير شمال إفريقيا موقفها واضح في هذا الاستفتاء، وتضم صوتها إلى كل الأشخاص والجماعات المدنية والحزبية التي تقاطع هذا الاستفتاء مهما كان خلافنا الفكري معهم. الخلاف والتنوع مقبول مهما كان، وهو يعتبر ثراء وغناء لكل شعب، ولكن اللاشرعية والديكتاتورية ومنع الحريات والإقصاء فهذا غير مقبول كليا. هولندا، الثلاثاء، 19 جويلية 2022، حركة تغيير
شمال إفريقيا. تنميرت.